عليه وسلم وضحه، وضحه بالتفصيل الممل المميت في هذا الباب. أحاديث مرت عليكم جميعا أنا متأكد. حديث رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه، حديث رواه الإمام مالك في الموطأ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لتسومن، لام لام توكيد والنون، النون يعني أنا ما أفهم، فعل فيه لام توكيد وفيه نون توكيد، ليش الفعل هذا؟ ماذا هناك؟ هناك مصيبة كبيرة، أمر عظيم. لتسومن بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. حديث صحيح. تبدأ المسألة بالقلوب، تجدني أحمل لك في قلبي شيئا ونافر منك، وممكن أضحك في وجهك نفاق اجتماعي ولكن قلبي حامل عليه، لكن الأمر لا يبقى هكذا، يتطور من القلب إلى الوجه وتبدأ الصراعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الآخر: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. لا لا، هذه رواية ثانية، تبدأ في القلب وتنتهي بالوجه، الآن يبدأ النزاع. هذه مهمة. لماذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإني أرى الشيطان كالخذفي بينكم، صغار الغنم. ويقول، واسمع الحديث، حديث عظيم جدا، ما تركنا. أنت لماذا جئت للصلاة اليوم؟ من الذي أمرك بالصلاة؟ الله عز وجل؟ الصلاة شرعة؟ لماذا لا نضع أيدينا على رؤوسنا هكذا عندما نصلي؟ لماذا نضعها على الصدر مثلا؟ لماذا؟ لا أريد جوابا، لأن الله أمر بهذا، خلاص الله عز وجل أمر بها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الذي شرع لنا الدين والعبادات شرع لنا الطريقة اللي نصلي بها ونقف بها في الصفوف، لأن إقامة الصلاة، لأن الصفوف من ماذا؟ تحفظون الحديث: سووا صفوفكم فإنك صفوف من، ورواية أخرى من إقامة الصلاة. إذا دخلت في الصلاة، طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حاذوا بين المناكب والأعقاب، المناكب والأعقاب يستوي الصف. وفي حديث أنس عند في موطأ مالك رحمه الله تعالى رضي الله عنه عن أنس يقول: كنا نؤمر، هي الطريقة الآن أعطاك إياها النبي صلى الله عليه وسلم، مش أنا ولا أي أحد، كلام النبي صلى الله عليه وسلم في موطأ مالك أصح الكتب بعد كتاب الله موطأ الإمام مالك، حتى جاء الإمام البخاري، ولكن يبقى الموطأ من أعظم الكتب. قال: كنا نؤمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأمر صلى الله عليه وسلم، أن واحد أن نلزق الكعب بالكعب، الكعب مش العقب اللي وراء، العظمة اللي على يمين الساق وعلى يسار الساق، حط كعبك في كعب أخيك بالراحة، ما تكسرلوش رجله، ولكن حط المسها كده، والقدم في القدم. انظر الآن كل واحد ينظر بينه وبين صاحبه سيجد 7 أو 8، اختر ما شئت. لا، قال: الكعب في الكعب، والقدم في القدم، والكتف في الكتف، يستوي الصف. ثم بعض الناس ينفرون، فسيدنا أنس بن سيدنا عبد الله بن عمر سيدنا أنس بن مالك قال كلمة صعبة، أرجو أن تسامحوني، ليست لكم، بس اسمع كلام سيدنا أنس بن مالك في ذاك الوقت. قال: كان أحدنا، انتبه، كان أحدنا يلزق كعبه في كعب أخيه، وقدمه في قدم أخيه، وكتفه في كتف أخيه، ومنكبه في منكب أخيه، وركبته في ركبة أخيه، وترانا اليوم إذا فعل أحدنا ذلك فر منه أخوه، أو في رواية نفر منه أخوه كأنه بغل شموس. مصيبة. إذا لا تنفر، هو أخوك، التصق فيه، اسمع دقات قلبي، ما هو أخوك اللي هيدخلك الجنة بإذن الله بسبب المحبة في الله. فأرجوكم نصيحتي لكم، أنا ربما لا أراكم بعد اليوم، ولكني أشهد الله أني أبلغتكم هذا، على أئمتكم أن يسووا صفوفكم في كل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر، عثمان رضي الله عنه، علي، كل الصحابة. والله النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى وراءه 100، كم عدد الصحابة في حجة الوداع؟ 114,000. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أكبر
تكبيرة الإحرام حتى يسمع من آخر الصف أن استوت الصفوف يا رسول الله فيكبر. ولذلك لما كبروا عليه المقام ماذا فعل؟ هو سيدنا أبو بكر وعمر وكلهم جعلوا في كل صف عريفا ينظر في الصف، سووا الصف سووا الصف سووا الصف. فأرجوكم أمسكوا على هذه السنة التي ماتت ماتت الله يرحمها من زمان، أنتم أحيوها حتى تؤتوا أعظم الأجر بإذن الله تعالى. بارك الله.